السلام عليكم، معكم رئيسة الجمعية الخيرية للتكافل الاجتماعي ورعاية اليتيم سيدي علا البحراوي. كيف كتشوفوا هذا هو مركز ايواء مؤقت اللي درنا لهاد المسنين في وضعية صعبة. الحمد لله رغم الامكانيات القليلة حنايا كنتقاتلوا معاهم وكنطمحوا باش نبنيو لهم دار ايواء مستقرة يعني خيرية. حاليا الحمد لله في هذا الشهر رمضان بنوا اصحاب القلوب الرحيمه، ومنهم السيد رئيس البلديه الله يجازيه بخير، عطى التموين ديال شهر رمضان كامل الله يكثر خيره. والممول الرئيسي لهذه الجمعيه هو السيد المامون اغني القاسمي، هذاك هو الممول الرسمي لهذه الجمعيه لانه كيخلص الكرة. عندنا جوج مقرات كاريهم لهاد المسنين، كيخلص لهم الكرا والحمد لله، شرى لهم الفراش، شرى لهم الماكينه الصابون، شرى لهم التلفازه، يعني كيحاول ما امكن يعيشوا هاد الناس واحد الوضعيه شويه زوينه ويحسوا بالانسانيه ديالهم مساكن. هادشي اللي كاين. بحال هاد الناس كنشكرهم بزاف، كنشكر السي عبد الله وكنشكر السي ابراهيم البلبال والسي عبد العالي بوحرفي والاخوان الاخرين، والله يجازيكم بخير. وكاينين بعض المحسنين هما قالوا لي ما تذكريش سميتنا، الله يكثر خيرهم. وهادشي اللي غنقولوا، واي واحد قدم لهاد الناس مساعده راه كيقدمها لوجه الله وكيقدمها لاخرته، ما كيقدمها لا للجمعيه ولا للاشخاص، ولا كيقدمها للقبر ديالو والاخره ديالته فقط. وشكرا.